وعودة لملف الحوار الوطني والاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، معنا عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل الكاتب الصحفي مدير التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ الأستاذ محمود باسيوني. ضيف الكريم، بعد التحية، كيف ترى الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني وأهم الرسائل التي توقفت أمامها من كلمات أعضاء مجلس الأمناء؟ بالتأكيد احنا قدام خطوة مهمة جدا في تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء الحوار الوطني، وانه الرسائل المهمة انه حوار جاد، حوار بين مجموعات مختلفة وآراء مختلفة بتعبر عن الرأي العام المصري، انه في عمل مهني جاد بتقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب باستضافة هذا الحوار وبإدارته بهذا الشكل المهم. الكلام اللي اتقال النهارده عن المشاركات اللي بتتقدم من المواطنين ومن الجهات المختلفة ومن المنظمات المجتمع المدني ومن غيره من الفاعلين الرئيسيين في المجتمع المصري بيدي مؤشر على انه هذا الحوار يعبر عن المجموع العام للمجتمع المصري وعن كل التيارات اللي موجودة، وانه بالفعل تنفيذ للحديث عن انه الحوار والاختلاف في الوطن لا يفسد الوطن قضية، وانه هذه المسألة مقدرة ومحترمة، وانه هذا الحوار جاد في انه يرسم خريطه الطريق للمستقبل فيما يتعلق بالتغير اللي هيحصل في العمل السياسي داخل الجمهوريه الجديده التي تقبل كل الاراء والتي يعني عندها تطلع انه يتم اجراء اصلاح سياسي حقيقي يتوازن ويتواكب مع الاصلاح الاقتصادي الذي تعيشه مصر. فانا بتصور انه اهم الرسائل اللي وصلت النهارده في هذا الحوار انه كل الاراء مقدره، إنه هذا الحوار تم بثه بشكل مباشر على كل المواطنين في مصر في نوع من أنواع المكاشفة الكبيرة حول مجريات هذا الحوار، وده ما كانش بيحدث في حوارات سابقة، وإنه هذا الحوار جديته نبع من جدية الحضور اللي موجودة فيه وهذه الكوكبة من الشخصيات العامة التي تمثل تيارات مختلفة داخل المجتمع المصري، وإنه هذا الحوار يتم برعاية السيد رئيس الجمهورية وسيتم إطلاعه على كل ما يجري فيه، فده بيدي مؤشر انه كل ما يقيل سواء من السادة اعضاء الامانة العامة للحوار الوطني او من المقدمة من مواطنين عاديين حتى ومؤسسات وغيرهم مقدرة ومحترمة، وستجد طريقها في مخرجات هذا الحوار التي اتصور انها ستكون ملزمة لكل مؤسسات الدولة في ان يتم الاستجابة لما سيأتي في هذا الحوار. وتصور ده كمان بيرد على بعض الناس اللي كانت بتحاول تشكك في جدية هذا الحوار، انه الحوار تم النهارده بدايته ثم سيتم عرضه على الناس بهذه الشفافية وبهذه المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري حتى يتأكد الجميع من جدية هذا الحوار، ويتأكد الجميع انه الدولة المصرية عازمة بالفعل على الإصلاح السياسي وعلى التغيير للأفضل في الجمهورية الجديدة. نعم، يعني إذا توقفنا عند تصريح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، وسريعا ان تكرمت ضيفي الكريم، ان من لجأ للقتال او حرض عليه او شارك فيه ليس له مكان داخل الحوار الوطني. بالتاكيد من الرسائل المهمه جدا، وهي بتؤكد على المعنى انه الحوار يتم بالحوار ولكن وليس بالسلاح وليس نعم. بالارهاب وليس بكل ما شهدناه ما بعد 2013. هذه جماعة لا تؤمن بالحوار، هذه جماعة غير ديمقراطية، هذه يعني جماعة فاشية لا تقبل الحوار ولا تريد. نعم، يعني كما أشرت ضيف الكريم، الحوار للحوار وليس لحمل السلاح. ضيف الكريم الكاتب الصحفي محمود باسيوني، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.